يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إن زوجته حامل في الشهر الخامس، وهي في الشهر الخامس من حملها، يقول وقد كشفنا عند 3 أطباء فقالوا بأن الطفل متشوه ورأسه أكبر من جسده وأن المخ خارج من رأسه، وزوجتي وهي أم الطفل أو أم الجنين تتألم من وجوده، فهل يجوز إسقاطه إبقاء على حياة الأم؟ لا بد من تقرير مكتوب من الأطباء الثقات، تأتي به دار الإفتاء وينظرون فيه إن شاء الله ويعطونك الجواب. نعم.